حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. عبد الحميد أنيس، عبد الحميد أنيس الوجه الفني اللي ظهر في أعمال كتيرة تخطت 200 عمل، قدم من خلالها أعمال فنية متنوعة وناجحة. دي تقريباً كل المعلومات اللي حضراتكم تعرفوها عنه، بس في المقابل الفنان عبد الحميد ليه حياة تانية ومش معروفة وناجحة جداً. حياة هتعرفوها من خلال حلقة النهاردة، وكمان هتعرفوا مشواره الفني وأهم أعماله الفنية، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. عبد الحميد أنيس من مواليد محافظة الأسكندرية يوم 5 مايو سنة 1938. كان وهو طفل بيهتم جدا بالأفلام والأعمال الفنية عموما، وده اللي خلاه يبدأ يمثل الأعمال اللي بيشوفها ويقلدها، ده غير انه كان بيرتجل المشاهد ويمثلها، وشوية شوية تطورت موهبته وبقى يمثل بشكل مميز، وكمان بقى بيكتب القصص القصيرة، واللي زود حبه للكتابة شغفه الكبير بالقراية والاهتمام بالأدب. من مدرسة العطارين الثانوية حصل على الشهادة السنوية، وبعدها دخل معهد القوات المسلحة ودرس ميكانيكا الطيران. بعد ما اتخرج من المعهد التحق بالقوات المسلحة في وظيفة مهندس ميكانيكا، وعمل بالتحديد في سلاح الطيران، ومنها اشترك في حرب أكتوبر سنة 1973. خلال عمله في سلاح الطيران منساش حبه للتمثيل، أسس المسرح الجوي مع الفنان أمين الهنيدي اللي من خلاله قدم أعمال مسرحية مميزة. ده كمان الفرقة كانت بتضم فنانين معروفين زي الفنان الراحل سعيد عبد الغني. بعد انتهاء الحرب بحوالي سنتين قرر انه يضحي بمهنته ووظيفته ويقدم استقالته علشان يبدأ مشواره مع الفن والتمثيل، فاستقال وهو في رتبة ملازم أول. خلال وجوده في القوات المسلحة ومن عمله في المسرح الجوي سمحت ليه الفرصة إنه يمثل في أفلام، ودي كانت في أوائل السبعينات، وكان بيظهر في شخصية الضابط، وبعدها انطلق في عالم الفن وركز كل اهتمامه في السينما والتلفزيون قبل ما ياخدوا المسرح بعد كده ويهتم بيه. ملامح وشه خلته يقدم ويبرع في دور الضابط الإنجليزي أو السفير الأجنبي، وقدمها بشكل مميز، فكان الفنان عبد الحميد أنيس بينافس الفنان حمدي السخاوي في الأدوار دي، بس قدر إنه يبقى منافس قوي ليه ويقدم الأدوار دي بتميز. ومن الأعمال اللي قدمها في دور الضابط أو السفير الأجنبي دور القنصل الإنجليزي في مسلسل فارس بلا جواد، وشخصية الأجنبي في مسلسل رياح الشرق، والسفير البريطاني في مسلسل رد قلبي، وضابط بريطاني في مسلسل رسالة إلى الوالي، وكمان قدم الضابط البريطاني في مسلسل زيزينيا، وأعمال تانية كتير. كمان اتشهر في أعمال تانية وقدم فيها مثلا صديق البطل، أو موظف في شركة، أو وكيل نيابة، أو رئيس التحرير، فكان الفنان الراحل غزير الإنتاج زي ما قلنا في أول التقرير. وصلت أعماله اللي قدمها لأكثر من 200 عمل فني، ده طبعاً قبل ما يهتم بالمسرح في السنوات الأخيرة من حياته. ومن الأعمال التانية اللي قدمها مسرحية الزعيم، فيلم أفواه وأرانب، مسلسل رأفة الهجان، مسلسل ليالي الحلمية، فيلم ناصر 56، مسلسل أم كلثوم، ده غير أنه قدم فوازير مع سمير غانم وفوازير المناسبات مع يحيى الفخراني وصابرين. الفنان الراحل اللي كان قليل الظهور في اللقاءات التلفزيونية كانت حياته تنحصر في التمثيل والبيت، كان ليه صداقات كبيرة مع الوسط الفني زي الفنان عزة أبو عوف وسعيد عبد الغني ومحمد أبو داود وسمير خفاجي والفنانة شويكار وميمي جمال ورجاء حسين. أما عن حياته الشخصية فهو متزوج من خارج الوسط الفني وعنده 3 ولاد وبنتين. سنة 2014 انتشرت شائعات تفيد إن أنيس توفي بعد صراع مع المرض،
لكن ابنه ياسر خرج لينفي الشائعات دي، وفي شهر رمضان سنة 2015 حس بألام في معدته واتنقل للمستشفى، واكتشف الأطباء وجود مشاكل بالمرارة وحصوة واضطر انه يعمل عملية. بعدها خرج من المستشفى وهو في كامل صحته، لكنه توفي بشكل مفاجئ في 15 أغسطس عام 2015 عن عمر يناهز 77 عاماً. إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.